السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اللي عبارة عن دونات ناجحين ساهلين بساط بالمكونات ديالهم ورطيبين بزاف. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك اي الاعجاب للفيديو، هذا فضلا منكم وليس امر. نبدأ على بركة الله. كمكونات لهذه الوصفة كنحتاجو، انا استعملت كمية اللي قليلة يعني 300 غرام، ولكن تبارك الله عطاني يعني واحد المجموعة ديال الدونات اللي تبارك الله. 300 غرام ديال الدقيق مع ملعقة كما شفتوا غير مملوءة ديال خميرة الخبز، يعني انا استعملت هنا خميرة حبيبات، وملعقة كبيرة ديال الزبدة يستحسن تكون نباتية باش تعطينا البنة، واحد ياغورت طبيعي بنكهة الفانيلا صراحة كيعطي لهاد الدونات واحد الطراوة هائلة جدا، خصوص مني كنخلطوا الياغورت مع البيض فكتحصلوا على الدونات اللي كيكونوا رطيبين وهشاشين بزاف. ممكن تعوضوا الياغورت بالحليب ونديروا ساشي ديال الفانيلا مع ملعقة كبيرة ديال السكر وحبة ديال البيض وقبيصة ديال الملح كما شفتوا معايا، والماء اللي كيكون دافي جدا غادي البرودية باش كنخلطوا العجين ديالنا، وكنخليوها كيما تشوفوا رطبه شويه. غير جمعتها يعني ما دلكتهاش، غير جمعتها وخليتها ارتاحت يعني تقريبا واحد ما بين 15 حتى 20 دقيقه، يعني كتكون العجين ديالنا دلكات غير بوحدها. كنزيدو ندلكوها كيما كتشوفوا معايا هنايا يعني واحد 3 دقائق ولا 4 غير شويه، ومن بعد كنبداو نبسطوها باستعانه بالدقيق وبالمدلك. وكتجيبوا شي قطاعه ولا شي زلافه ولا كاس، المهم قداش ما بيتو دوك لي دونات ديالكم. كنقطعوهم وتنجيبوا شي غلاقه ديال هكا شي قريعه الماء ولا كما استعملت انايا هنايا، يعني دوك هذا نسيت على سميتو كنعتذر. على العموم كنحيد هذاك العجين من هذاك الطابع وكنعاود نجمعو مع داك الباقي ديال العجين وكنخليه يرتاح شويه وكنعاود نبسطو. وكما كتشوفوا معايا حطيت العجين ديالي هنايا، درت انا واحد البلاطو درت له منديل درت فيه العجين كلها، هي خليتها حتى اختمرات تضاعف الحجم ديالها فواحد المقلاه اللي كنديروا فيه واحد الكميه ديال الزيت اللي كتكون كثيره. كنخلو النار تتسخن، يعني عفوا الزيت كتسخن على النار اللي كتكون متوسطه، ثم كنبداو نديرو لي دونات ديالنا على هذا الشكل. ومره مره كندير لهم شويه الزيت من الفوق باش يتنفخوا لينا ويجيو هكا مفشفشين مزيان. وكنبقاو نقلبوا فيهم حتى كنحصلوا على اللون البني اللي كيكون فاتح يعني مذهب، وما نساوش عليهم لانهم فيهم السكر يقدروا يعني دغيا كيشدوا اللون. كنكمل على هذا الشكل، واللي طاب كناخذوا واحد الشبكه وكنحطوا فيها شبيكه يعني اللي كنديروا فيها بطاطا كنصفوا فيها بطاطا، هذه كنحطوا فيها دوك لي دونات حتى تيبردوا، عاد كنجيبوا الشكلاط وكنذوبوه وكنزينوا سواء بالشكلاط الابيض ولا الشكلاط الاسود، المهم المتوفر عندكم. انا حاليا كان عندي غير الشكلاط الاسود هو اللي استعملت، المهم انا استعملت هنا تزيين بسيط وانتم لكم الاختيار. انا تقاسمت معكم العجين لانه ناجحه مليار في المية. كما شفتوا هذو هما الدونات من بعد ما طابوا وبردوا، وهذا هو الشكلاط ذوبته، وخديت انا هاد الحبيبات المذهبين. المهم كما قلت لكم متوفر عندكم كتزينوا به، والوصفه راح كتجي ناجحه. كنتمنى مره اخرى الا عجبتكم ما تنسونيش بالاعجاب للفيديو، وهذا فضل منكم ليس امر. تنقدموا الدونات ديالنا على هذا الشكل، وبصحه وراحه الى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.